الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل أبي من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم واجعل الحوض موردًا له. اللهم واجعل الرسول شافعًا له. اللهم واجعل ظلك ظلا لأبي يوم لا ظل إلا ظلك اللهم واغفر لأبي مغفرة تمحو بها سالف أوزاره اللهم واختم لأبي بالصالحات أعماله اللهم وارزق أبي شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم واحشر أبي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم واجعل أبي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين فتحت أبواب بهجة قلبي صفا روحي رحمة ربي بدون حساب أقبل قمرك بعد غياب للجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفا روحي رحمة ربي بدون حساب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا في
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم،
يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر وعافيا، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافيا، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافيا، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافيا، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم،
يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. النفوس شهر به
نزلت بي Oh.
سبحانك يا منان. الله ويا سبحان الوحيد الأحد سبحانه وتعالى سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولد الله الله سبحانك يا أول بلا بداية سبحانك يا آخر بلا نهاية سبحان من له في كل شيء يا فرحتي بلقاك بعد زماني وتشوقي وتشوقي وجدا وطول حناني الله يا نشواتي هذا هو الشهر الذي نزلت به الآيات سحر بياني رمضان 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 يا شهر المكارم والتقى يا خير شهر حل بالفرقان رمضان يا شهر المكارم والتقى رمضان يا شهر المكارم والتقى يا خير شهر
بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليه توكلا وبسط كفي راجيا أتضرع بالذل قد وافيت بابك بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليه وبسط كفي راجيا أتضرع وجعلت معتمدي عليك وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي راجيا أتضرع فبحق من أرسلته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع اجعل لنا اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من يا اجعل لنا من كل ضيق مخرجا يا رب اجعل لنا من كل ضيق والطف بنا يا من يا من إليه المرجع رمضان تجلى وابتسم طول
رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مجال الصلوات، يسمو بالنفس لمولاها، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الأفراح، رمضان زمان الأفراح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان منار الإصلاح في دنيا الناس وأخراها، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان يكفر ما فرطا من خطأ الناس وما اختلطا، رمضان يكفر ما فرطا من خطأ الناس وما اختلطا، فعسى من عفو الله عطا لقلوب الأمة يرعاها، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. وصلى الله على طه هو خير الخلق وأحلاها، وصلى الله على طه هو خير الخلق وأحلاها، وعلى الكرار أبي الكرما، وعلى الزهراء وابنها. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى